مساء الليل، تخيل انك تتعزم في مكان وتروح تتفاجئ ان المعازيم من الجن. قصتنا دي اول مرة هتسمعها، ودي حلقة النهاردة. تنساش اللايك والشير وتفعيل جرس الاشعارات عشان توصلك الحلقات كلها، وتتابعني في مواقع اللي موجودة تحت في صندوق الوصف. القصة بتقول: هعرفكم باسمي، أنا ماجد. رحلتي مع الشهرة بدأت تقريبا من 10 سنين، لما كنت بغني في الأفراح الصغيرة في البلد اللي أنا منها. قعدت فترة طويلة على الحال دوت. كنت دايما بقول للناس استنوا عليا وشوفوني بعد كام سنة، هبقى واحد من أشهر المطربين في البلد ديت. في منهم اللي كان بيصدقني، وفي اللي كان بيتريق عليا، بس طول عمري وأنا واثق من نفسي، واثق ان انا هبقى مطرب مشهور في يوم من الايام. وعدت الشهور والسنين، والفرصة جات لي مرة واحدة لما غنيت في فرح، وكان محزوم في الفرح دوت منتج كبير. اول لما سمع صوتي عجبه صوتي، وطلب مني ان انا اعمل معاه عقد ان هو هيخليني اغني في اشهر الاماكن والحفلات كمان. ومن ساعتها واسم انتشر في البلد دي كلها، ومع مرور الأيام والشهور بقيت أنافس أكبر المطربين في البلد اللي أنا موجود فيها. وبعد 5 سنين بقيت في القمة، اسم كبير، وعملت اسم الأشهر والأغلى في البلد كلها. وبعد ما كنت بروح أي فرح أو حفلة بقيت أنا اللي بختار اللي يناسبني، والناس بتحدد أفراحها حسب وقتي أنا مش حسب ظروفهم هم. الكل بيتمنى ان ماجد يغني في فرحه، وكنت محدد لنفسي يوم اجازة افصل بيه عن الشغل نهائيا. كنت مختار اليوم ده يوم الجمعة، كنت بقضيه مع مراتي وبنات الاتنين، ومهما حصل عمر ما اشتغل في اليوم دوت. بس في يوم لقيت واحد بيتصل بيا، معرفش وصل لرقمي منين، وبدأت بيني وبينه مكالمة طويلة جدا، لما قال لي ان اسمه رشيد وفرح ابنه الوحيد النهاردة، وانه عشمان فيا ان انا اروح احيي الفرح بصوتي، وان هو وابنه كل العيلة ما بيحبوش يسمعوا غيري انا، وان كل المعازيم بيعشقوا صوتي. هنا رديت عليه وقلت له: للأسف استاذ رشيد، النهاردة اجازتي، انا ما بشتغلش يوم الجمعة، ومن زمان الموضوع دوت مهما كان السبب، فانا بعتذر لحضرتك وشوف حد تاني مكاني. هنا رد وقال: انت كده بتكسر قلبي وقلب ابني، احنا عارفين انك ما بتردش طلب حد، ارجوك اقبل وفرحني وفرح كل جمهورك اللي حابين يسمعوك يسمعوا صوتك. رديت عليه وقلت له: انت بتطلب طلب صعب، انت بتطلب ان انا اشتغل في يوم اجازتي واجازت الفرقه كمان، مش بس كده انت جاي تتفق معايا كمان في يوم الفرح نفسه، وفي حد بيعمل كده المفروض قبلها بكام يوم؟ هنا رد عليه وقال لي: معلش، اصل الفرح كان هيتلغي وهيبوظ، بس قدرنا نتفق، وحتى اهل العروسه طالبينك كمان بالاسم، كلنا عشمانين فيك يا استاذ ماجد ان انت ما تردناش وما تكسفناش، وانا مستعد ادفع لحضرتك مقابل اللي بتاخده في اي فرح 10 أضعاف المبلغ اللي انت بتاخده. الحاج الاستاذ رشيد ما كانش طبيعي ابدا في المكالمه ديت، وانا كنت كمان محرج من كلامه ومن الحاقه، علشان كده انا قبلت في الاخر. وبعدين عرضه ب10 أضعاف المبلغ اللي بيندفع لي، مش مبلغ قليل، ووافقت على طلب في الآخر، وخدت منه عنوان الفرح اللي أنا هروحه اللي عرفت إن هو هيتعمل في بيته، وابتديت أعمل اتصالاتي بالفرقة بتاعتي وزودت لهم أجرتهم الضعف مقابل العمل يوم الأجازة ديت، وابتديت أستعد للفرح. وشوية وصل مرسال من رشيد معه شنطة كبيرة مليانة فلوس، فتحتها بصيت فيها وحطيتها في الدولاب زي ما هي. ميعاد الفرح كان الساعة 11 بالليل، أما العنوان فكان في إحدى القرى الصحراوية. بعد ما اتجمعت أنا وفرقتي اتحركنا الساعة 8 مساء،
كان الوصول لعنوان الفرح صعب جدا، المكان مش معروف لحد، لان كل ما اسال اي حد في الطريق عن العنوان دوت وعن المكان ده فكانت الاجابه منهم كلهم ان هم ما يعرفوش المكان دوت، ما يعرفوش حد هنا عنده فرح ضخم لدرجه ان يجيب ماجد يحيي. واخيرا بعد مكالمات تليفونيه كتير مع الاستاذ رشيد صاحب الفرح وصلنا للمكان عن طريق الوصف بتاعه. اول لما وصلنا حصل لنا نوع من الانبهار، الفرح كان معمول في قصر ضخم جدا، هو فعلا قصر مش مجرد بيت كبير وبس، الانوار كانت محاوطه القصر من كل مكان من كل حته، ورغم ان القصر في منطقه تعتبر مهجوره تماما بس كميه العربيات الكتير اللي كانت محاوطه القصر تحسسك ان الفرح دوت تبع اغنى واحد في البلد كلها. دخلت القصر انا وفرقتي، وكان رشيد في استقبالي اول ما دخلت، مش قادر اوصف لكم الحفاوة اللي انا شفتها في معاملته ليا وترحيبه بيا، بصراحة خلاني مبسوط ان انا قبلت ان انا اجي اغني في الفرح دوت. معرفش مين اتكلم بصوت عالي وقال الفنان ماجد وصل يا جماعة، كان صوت من وسط الجمع. في اللحظة دي تقريبا كل المعازيم التفوا حوالينا، كانوا بيسلموا علينا بحفاوة جديدة، بس أنا لاحظت حاجة غريبة مكنتش فاهمها وقتها، إن جلد الناس دي كان خشن قوي لما كانوا بيسلموا علينا، كنا بنحس بخشونة في جلدهم، ولما حد فيهم بيسلم عليا وبيبوسني بحس كأني في قنفذ بيسلم عليا من كتر التشوك اللي أنا كنت بحس بيه وقتها. كانت حاجة غريبة ومش مفهومة وقتها، حتى رشيد كان نفس الحكاية، ولما واحد من فرقتي قرب مني وسألني على موضوع الجلد والتحسس ودوت كله، ساعتها أنا قلت له إن احتمال ده بسبب شغلهم بالفلاحة لفترات طويلة تحت الشمس، فده شيء عادي، مع إن أنا مش مقتنع بالكلام ده، لأن أنا عارف إن الفلاح بتبقى إيده بس هي اللي خشنة، مش جسمه كله، ومش بالطريقة اللي إحنا شفناها بالطريقة ديت. بس ما وقفتش عند الموضوع ده كتير، انا يفرق معايا ايه جلدهم خشن ولا ناعم، هي ليله هقضيها وبس. رحت انا وفرقتي للاوضه اللي كانت متخصصه للفرقه، منهم كان في اوضه كبيره وضخمه جدا، والاستاذ رشيد قال لي ان في غرفه مخصوصه ليا علشان ابقى اريح بيها بين الفقرات واكون على راحتي، بس انا قلت له ان مفيش داعي للكلام ده كله، انا هقعد مع فرقتي هنا لغايه ما نخلص، وفعلا سابنا وخرج. وقعدت مع فرقتي بنتفق بقى على الاغاني وترتيبها وكل حاجه، وبعد ما جهزنا خرجنا لجنينه القصر اللي كانت كبيره جدا جدا. بس الاغرب اللي شفناه لما خرجنا للجنينه عدد المعازيم كان كبير جدا فوق ما تتخيل، والاغرب ان مع كل دقيقه العدد بيزيد اكتر واكتر. علشان تكمل العجائب في الفرح ده كمان كانت كميه الاكل الرهيبه اللي كانت موجوده، كانت بكميات ضخمة جدا، واللي يخليك مش فاهم ايه اللي بيحصل ان الاكل اللي موجود كله عبارة عن لحوم بس. ولما انتبهت كمان لطريقة اكل المعازيم كانت حالة مشمئزة جدا، كانوا بيأكلوا بشراهة غريبة وكأنهم اول مرة يأكلوا لحوم في حياتهم، او ان هم يشوفوا اكل من الاساس كمان. حاولت ما انتبهش ليهم ولا ركز معاهم على قد ما اقدر، وحتى اعضاء فرقتي لما انتبهوا للمواضيع ديت حاولت ان انا اخليهم ما يركزوش فيها. بدات اغني والمعازيم بداوا يتفاعلوا معايا، ومع كل دقيقه بتعدي المعازيم بيزيدوا اكتر واكتر بشكل مش مفهوم، حتى الاكل ما بيخلصش، كل ما يخلص يتحط غيره تاني وبسرعه كبيره جدا ما نلحقش نشوف مين اللي حطه، وكل ده حاجة، والرقص المعازيم حاجة تانية خالص. كانوا بيرقصوا بشكل غريب، أول مرة أشوف رقص بالشكل دوت، كانت طريقته غريبة جدا زي ما يكونوا في زار. أيوه هو ده الوصف المناسب، لأن كانوا بيتنططوا زي ما يكونوا جماعة ملبوسين وبيرقصوا. وانتبهت كمان لحاجة ما كنتش واخد بالي منها، إن الناس في الفرح لون بشرتهم غريب شوية، يعني ممكن تقول عليهم لون باهت شوية، ومش فاهم هم كانوا كده فعلا ولا هم بقوا بالشكل ده في الفرح تحت الإضاءات. وكان في حاجة كمان أغرب وأغرب،
العريس والعروسة اللي كانوا قاعدين قدامنا ما كانوش بيتحركوا نهائيا خالص، إلا حركات بسيطة جدا تحسهم أقرب ما يكون للتماثيل أو للإنسان الآلي، لدرجة إن أنا حسيت إن العريس والعروسة مجبورين على الجوازة ديت. بس في الآخر ما كانش هاممني، بس مش عارف ليه القلق دخل قلبي وابتديت أندم إني قبلت آجي الفرح ده بعد شوية. كان عندي إحساس إن الموضوع مش هيخلص بسلام، في حاجة مريبة في الفرح ده. بعد ما غنيت 3 أغنيات وقفت علشان آخد البريك بتاعي، ورجعت مع فرقتي للأوضة بتاعتنا، وكل أعضاء الفرقة ابتدوا يتكلموا هم كمان على الحاجات الغريبة اللي شافوها في الفرح دوت. في اللي اتكلم عن الرقص، في اللي اتكلم عن الأكل وكمية اللحوم الغريبة اللي كانت موجودة في الفرح. ولما حسيت ان هم هيبتدوا يقلقوا هنا انا اتدخلت مباشرة وطلبت منهم ان هم ما يقلقوش خالص، مفيش حاجة تخليكم تقلقوا. قلت لهم ان احنا هنخلص شغلنا وهنمشي على طول، مفيش داعي للقلق ولا للكلام ده كله. في اللحظة دي لقينا الباب بيخبط، لما فتحنا الباب لقينا الأستاذ رشيد واقف قدام الباب، وكان معاه 2 شايلين كمية كبيرة من الأكل، ودخل وقال لي أنا قلت أجيب لكم حاجة تاكلوها هنا بدل ما تاكلوا تحت، وده وقت الاستراحة بتاعتكم يعني تقدروا تاكلوا براحتكم هنا. قلت له شكرا أستاذ رشيد تسلم، بس إيه كل الأكل ده؟ ده إحنا لو أكلنا الأكل ده كله مش هنعرف نتحرك أساسا من مكاننا. شكرا على كل حال. لما ابتسم وقال ما انتوا فعلا مش هتمشوا من هنا الا لما الليل يخلص. هنا انا بصيت كده قلت له ازاي ده ما كانش اتفاقنا، اتفاقي معاك 2 ساعة زمن وامشي. لما قال لي انت شايف كمية المعازيم قد ايه بره يا استاذ، كل الناس دي جاية من كل حتة عشان يشوفوك ويسمعوك، ازاي تسيب جمهورك ده كله وتمشي؟ ده حتى مش تصرفات فنانين كبار زيك كده. وعلى العموم انا مستعد ان انا اضاعف اجرتك ل20 ضعف وتفضل معانا لنهاية الليل. اسلوب رشيد في اغواء بالفلوس ما عجبنيش، وعلشان كده كنت هرفض، بس فرقتي لقيتهم فرحانين بالعرض دوت. طبعا هما كمان اجرتهم هتزيد، وفعلا وافقت على العرض، بس اشترطت عليه ان هاخد استراحتين وكل استراحة هتكون مش اقل من 1 ساعة على الاقل، وهو وافق وخرج من عندي. وقعدت مع فرقتي ناكل، رغم ان اصناف الاكل كلها كانت لحوم بس مش عارف ليه ما استطعمناش الاكل خالص، في حاجة ناقصة في الاكل، وحسيت ان انا محتاج انام شوية. فعلا سبت الفرقة وخرجت بره الأوضة، خرجت بره الأوضة دور على أي أوضة تانية أنام فيها، ما احنا في قصر أكيد هتلاقي في أوض كتير فاضية. لما خرجت من الأوضة شفت مشهد غريب جدا، شفت طفل صغير واقف قدام الباب وبيعيط، ولما أقرب منه يبعد عني. أنا مش فاهم ليه، أنا كنت فاكره تايه في القصر ده ولا حاجة، عشان كده كنت عايز أساعده، فكنت بقرب منه علشان أسأله، ألاقيه بيبعد عني أكتر. وبعد كده طلع السلم للدور التاني، وساعتها انا طلعت وراه، ولما شفت الدور التاني من القصر انبهرت اكتر واكتر. كان شيء خرافي مليان تحف وتماثيل جميلة في كل مكان، واضح ان هي غالية جدا، وكل حاجة برسومة على الحيطان بمية الذهب. هنا فضلت انادي على اي حد موجود في الدور دوت عشان يجي، بس محدش رد عليا. ولسه هنزل لقيت واحدة قدامي كانت بنت جميلة جدا، لما بصيت له وقالت لي استاذ ماجد انت ايه اللي طلعك هنا؟ هنا قلت لها انا كنت شايف طفل بيعيط وخفت يكون تايه ولا حاجة وجيت هنا وراه عشان ارجعه لاهله. هنا هز الدماغ وقالت ده ممكن يكون كريم ابن اختي، ما تقلقش هو على طول بيعيط. اقدر اخدمك باي خدمة؟ قلت لها اه يا ريت، انا محتاج بس مكان انام فيه 1/2 ساعة بس علشان اقدر اكمل الفرح. تمام تمام تمام، تعال معايا انا هدخلك اوضه تنام فيها شويه وترتاح فيها. وفعلا خدتني البنت ديت ودخلتني اوضه وقالت لي ان انا ممكن انام في الاوضه ديت. الاوضه طبعا كانت كبيره جدا وجميله زي باقي القصر، ونمت على السرير الناعم. بعد لحظات عيني غمضت ورحت في النوم.
معرفش نمت قد ايه، بس واضح ان هو مش وقت كتير، وصحيت على صوت دوشة بتحصل. لما ابتديت افوق واركز في اللي انا بسمعه، لقيت صوت حد بينادي عليا باسمي انا. انتبهت للصوت، انتبهت للصوت اللي كان مزعج للغاية، كان صوت غليظ جدا. فتحت عيني وبصيت ناحية الباب وانا شبه نايم، وساعتها شفت واحد واقف عند باب الأوضة وبيكلمني وبيقول لي قوم قوم، انت جاي تنام هنا؟ احنا جايبينك عشان نسمعك وبس. اسلوب الكلام كانش كويس، وعلشان كده ابتديت افوق علشان اعرف ارد على اللي بيتكلم دوت. هو كان واقف والباب مفتوح، بس لما بدأت امسح عيني بايديا وفتحت كويس، ساعتها ما لقيتش حد واقف نهائي عند الباب. مش بس كده، لقيت حاجة كمان اغرب واغرب، لقيت باب الاوضة مقفول اصلا ومش مفتوح ولا حاجة. بس الاسوأ من ده كله ان الاوضة اللي انا كنت نايم فيها لقيتها متغيرة، لقيت فيها تراب كتير في كل حتة، حتى السرير اللي كنت نايم عليه كان عليه تراب. معرفش كل التراب ده جه منين وازاي. الموضوع ده خضني جامد، وقمت من على السرير بسرعة ورحت ناحية الباب علشان افتحه واخرج بره الاوضة. انا فكرت ان اللي كان بيتكلم خرج من الاوضة بسرعة بعد ما قفل الباب وراه، ولا ملحقتش اشوفه. ورغم ان انا ما كنتش مقتنع بالكلام ده، بس ده هو التفسير المنطقي الوحيد للموقف ده. لما مسكت اكرة الباب عشان افتحه، لقيت الاكرة طلعت في ايدي. حاولت افتح الباب بايدي بس معرفتش، الموضوع كان صعب شوية. ساعتها فضلت اخبط على الباب وبدأت انده على اي حد يكون معدي بره عشان يسمعني ويساعدني ان انا اخرج، بس للأسف محدش سمعني خالص. وبعد كم محاولة حسيت باليأس، وافتكرت بعد كده الموبايل بتاعي، قلت خلينا اتصل باي حد من الفرقة عشان يجي هنا ويساعدني ان انا اخرج. فعلا طلعت الموبايل بتاعي من جيبي وجيت اتصل عشان اتفاجئ اني مفيش شبكة اساسا، فيش تغطية في الاوضة نهائي. اتحركت يمين وشمال فيش فايدة، معرفتش اتصل بحد. وفي اللحظة دي لقيت باب الاوضة اتفتح لوحده، انا زي ما كنت في سجن وخرجت منه. فتحت الباب بسرعة وخرجت من غير ما افكر حتى الباب ازاي اتفتح لوحده ولا فيه ايه، مع ان انا حاولت افتحه من شوية وفشلت. لسه بخرج من الاوضة ديت عشان اتصدم صدمة تانية اكبر واكبر، لان انا لما خرجت بره شفت حاجة ولا في الاحلام. شفت القصر اللي كان قمة في الجمال والفخامة، شكله بقى غريب قوي. الحيطان كانت متبهدلة كلها وعلى الطوب الاحمر، والارض اللي كانت سيراميك الارض كلها بلاط عادي ومتكسر كمان، وما بقتش فيه اي حاجة موجودة من التحف والانتيكات والصور والحاجات الغالية دي. المكان بقى شبه الخرابة بمعنى الكلمة. انا ما بقتش فاهم حاجة، ازاي القصر اتحول بالشكل ده، بس كان لازم انزل من الدور ده بسرعة وارجع لفرقتي ونشوف ايه الموضوع. لسه هتحرك وشفت حاجة تانية مرعبة، شفت نفس الطفل اللي شفته لما طلعت الدور التاني، بس المرة دي كانت هيئته متغيرة. شفت ايديه غرقانة دم، وحتى الدم بينقط من ايده، وشفت حوالين بقه دم، وكأنه كان بيشرب دم او بياكل حاجة فيها دم من شوية. ده غير ان شفت هدومه اللي كانت سودة كلها، وعينيه اللي كانت سودة بالكامل هي كمان ما فيهاش بياض نهائي. ابتدى الطفل دوت يقرب مني خطوة بخطوة. في الوقت ده ابتديت ابعد عنه، وانا ماشي العكس اتجاه السلم. كنت ماشي لاخر الطرقة وهو بيتقدم ببطء، ما كنتش منتبه انا بدوس على ايه في الارض. في الوقت دوت البلاط كان متكسر وكان بيوجع رجلي، وفي لحظة ما كنتش فيها منتبه نهائيا وقعت على الارض. ساعتها حاولت ان انا اقوم بسرعة، بس عجزت عن كل دوت. كل ما احاول اقوم الاقي نفسي بقع تاني من الخوف
ومن التكسير كمان اللي موجود في الأرض. لما مرة واحدة لقيت الطفل ده وصلي، ولما وصلي مد إيده مسكني من رجلي وابتدى يسحبني، ورغم إن هو مجرد طفل صغير بس كان قوي جدا. حاولت إن أنا أقاوم كتير بس ما قدرتش، كان أقوى مني. وفجأة سمعت صوت دوشة، كان في صوت بيتكلم معايا، معرفش الصوت ده بتاع مين ولا جاي منين، بس لما ركزت مع الصوت عرفت الصوت مين. ده نفس صوت الشخص اللي كلمني وأنا نايم في الأوضة وقال لي اصحى، ولقيت نفس الصوت دوت بيقول لي انت هتفضل نايم، قوم احنا جايبينك هنا علشان نسمعك مش علشان تنام. وفجأة في اللحظة دي قمت مفزوع، لقيت نفسي لسه نايم في الأوضة اللي أنا كنت نايم فيها، وعرفت إن كل اللي شفته ده كان كابوس مش أكتر. بس بعد كده انتبهت لحاجة حصلت، إن أنا لما صحيت من الكابوس صحيت على نفس الصوت، نفس الصوت اللي كلمني قبل كده في الكابوس. في الوقت ده خفت إن أشوف اللي حصل في الحلم بيتكرر معايا تاني. قمت مباشرة من مكاني ورحت لباب الأوضة على طول وحاولت أفتحه، وكنت خايف للأكرة تتكسر معايا كمان زي ما حصل قبل كده في الكابوس، بس الباب اتفتح وخرجت من الأوضة ولقيت القصر زي ما هو. ساعتها حسيت براحة شديدة وتأكدت إنه مجرد حلم، ونزلت من الدور التاني للدور الأول مع الفرقة بتاعتي، وبعد كده خرجنا علشان نكمل شغلنا. بس انتبهت أنا وفرقتي إن المعازيم اتضعفوا عن الأول، والدنيا بقت زحمة بشكل غريب جدا، وبرضو الأكل لغاية دلوقتي مخلصش، ولسه بيتحط الأكل بكميات كبيرة، ولسه برضو المعازيم بيرقصوا بشكل مش مفهوم. وبقيت أشوف حاجات ومش عارف أفسرها، مش عارف تفسيرها إيه. أوقات كنت بحس إن المعازيم فيهم ناس مش واقفين على الأرض، رجلهم مش على الأرض، ولما ركز معاهم ألاقيهم لأ دول واقفين عادي ومفيش أي مشكلة. وكل ما أشوف حاجة أحسها مش طبيعية أقول لنفسي إن أنا تعبان ومرهق بس مش أكتر من كده، وأكمل شغلي وما حاولش إن أنا أركز في الحاجات الغريبة اللي أنا بشوفها واللي بتدور حواليا ديت. غنيت 3 أغنيات، بعد كده دخلت أنا وفرقتي علشان نستريح للمرة التانية. طبعا الفرقة بتاعتي بدأوا يتكلموا عن الحاجات الغريبة المريبة اللي هم كمان خدوا بالهم منها، بس انا ما اهتمتش، قلت لهم ان كل اللي شفتوه ده مجرد وهم لاننا تعبانين. مش عارف ليه حسيت بالكسل مره واحده مره تانية، فطلعت للدور التاني، قلت اروح ارتاح في نفس الاوضه هي. بس لما طلعت الدور التاني وجيت ادخل نفس الاوضه ما رضتش تفتح معايا، فسبتها وقلت خلاص انا هدخل اي اوضه تانية، الظاهر الدور ده كله للنوم. بعدين شفت السلم اللي بيطلع للدور التالت، هنا انا قلت طب ما خليني اطلع اشوف فيه ايه فوق، وجالي احساس ان انا عاوز اطلع فعلا، وحسيت زي ما يكون في صوت جوايا سامعه بينادي عليا بيقول لي اطلع السلم دلوقتي. في الوقت ده انا كنت تقريبا مغيب نهائيا، كنت متوجه مش عارف من مين ولا ازاي، وابتديت اطلع على السلم. كل ما اطلع درجه احس ان الصوت اللي في عقلي بيزيد اكتر واكتر، كمان رغبتي في الطلوع بتبقى أقوى وأقوى، علشان كده ما ترددتش وأنا طالع. وأخيرا وصلت للدور الثالث اللي ما كانش أقل جمال من الدور الثاني والأرض أبدا، كان الشكل جميل جدا، والتحف والتماثيل الأشكالها غريبة ما تتوصفش، ده غير السيراميك اللي على الأرض اللي كان شبه المية. هنا أنا فضلت أتفرج على الدور دوت وأنا مذهول من جماله، حاولت أفتح كل الأوض اللي تقابلني في الدور ده، بس للأسف ولا أوضة رضيت تفتح معايا. بعدها سمعت صوت أوضة اتفتحت لوحدها، افتكرت ان في حد موجود. لما قربت من الأوضة ما لقيتش فيها حد، دخلت الأوضة علشان انام فيها واريح فيها شوية. اول ما دخلت باب الأوضة اتقفل لوحده ورايا، بصيت للباب وحاولت افتحه بس ما فتحش. وفجأة شفت حاجة غريبة جدا، لقيت نور الأوضة انطفى لوحده، وبعد لحظة النور رجع تاني، بس لما النور رجع لقيت الأوضة اتغيرت، اتحولت لمكان مهجور، حيطان متكسرة والأرض متكسرة، حتى السرير
بقى شكله قديم ومتهالك ومليان تراب. ما فهمتش اللي حصل ده حصل ازاي، افتكرت الحلم اللي انا حلمته قبل كده لما شفت الدور التاني متكسر. هنا الخوف بدا يجي في قلبي تاني، حاولت ان انا افتح باب الاوضه ديت علشان اخرج، بس الباب ما كانش عاوز يتفتح نهائي. ابتديت اخبط على باب الاوضه جامد، يمكن حد يسمع لي ويفتح لي، بس محدش سمعني. وبعدها سمعت صوت بيكلمني، بس كانش من بره الاوضه، كان من جوه الاوضه. وبدا الصوت ده يقول انت ايه اللي طلعك هنا؟ لفيت بسرعه عشان اشوف مين اللي بيكلمني دوت، لما لقيته رشيد. اول لما شفته قلت له انت هنا يا استاذ رشيد؟ طيب كويس، انا اصلا اتخضيت، انا طلعت هنا عشان ارتاح شويه قبل ما الاستراحه بتاعتي ما تخلص ونبدا الوصله الجديده، بس دخلت هنا ما عرفتش اخرج، وكمان ما عرفش الاوضه بقت بالشكل دوت ازاي، الشكل الغريب ده ازاي. هنا لقيته بيبص لي جامد ويقول لي مالكش دعوه بالاوضه، شفت حاجات ما كانش ينفع تشوفها. هنا قلت له انا مش فاهم حاجه، وانت بتقصد ايه بالكلام دوت؟ هنا بدأ يقرب مني شوية شوية وبص لي وقال لي مش مهم تفهم، تتنزل من هنا بسرعة، أنا مش هقدر أمنعهم عنك. تمنع مين؟ أنا مش فاهم، طب تقصد إيه؟ ساعتها رشيد اتكلم معايا بعصبية شديدة وبدأ يعلي صوته وقال لي بطل أسئلة كتيرة ونفذ اللي أنا بقوله لك. هنا أنا اتعصبت، قلت له أنت إزاي بتكلمني بالأسلوب ده؟ أنا هنهي الاتفاق بينا حالا وهاخد فرقتي وهمشي دلوقتي. هنا قرب مني رشيد أكتر وأكتر بشكل غريب وقال لي أنت لو حاولت تعمل كده أوعدك إنك مش هتخرج من القصر ده طول عمرك. هنا قلت له أنت بتهددني؟ طيب وريني هتعمل كده إزاي؟ وسبته ولفيت للباب وحاولت أفتحه بقوة وعصبية في نفس الوقت عشان أخرج، وفعلا الباب اتفتح معايا. ولسه هخرج من الباب سمعت صوت رشيد وهو بيكلمني، بس الصوت كان مختلف عن صوته، كان غليظ وعالي متحس انه مش صوت بشري، وقال لي انت بتتحداني؟ وساعتها لفيت علشان اشوفه، شفت منظر مرعب جدا. رشيد شكله بقى غريب، عيونه بقى السودة كلها وشعره راسه طول بشكل مفاجئ، ضوافر ايديه طولت ولون بشرته تحولت للاسود الداكن، وبعد كده اختفى ما عرفتش راح فين. هنا انا ساعتها خرجت من الاوضه ديت بسرعه علشان انزل لتحت، بس لما خرجت لقيت الدور كله اتغير تاني، بقى متكسر وعامل زي المكان المهجور. ده كان نفس الحلم اللي حلمت بيه قبل كده، بس الفرق المره دي ان ده مش حلم، ده حقيقه. حاولت امشي بين التكسير دوت بس كنت بقع كل شويه، ولما وصلت اخيرا للسلم اللي طلعني للدور الثالث لقيت ان درجات السلم متشاله نهائي. قعدت انده على اي حد يلحقني بس محدش سمعني، فاتحركت من مكاني ومشيت في الدور دوت، قلت يمكن الاقي مكان او سلم تاني انزل منه، لما سمعت صوت الابواب كلها بتفتح وبتقفل، وفي أوضة من الأوض خرج منها كلب أسود ضخم شكله يخوف. أنا الطبيعي بتاعي أني مش بخاف من الكلاب، بس الكلب ده كنتش قادر أقف قدامه، كانش كلب عادي، خصوصا لما بصيت للفك بتاعه شفته أحمر كأنه كان بياكل حاجة فيها دم من شوية. ابتدى الكلب يتحرك ناحيتي، في الأول كان بيمشي ببطء بس بعد كده ابتدت خطواته تبقى أسرع، ده غير الصوت اللي كان بيخرج منه. في اللحظة دي كان لازم أهرب منه بأي وضع وبأي شكل، وجريت باتجاه السلم وهو كان بيجري ورايا. كنت عارف إن لو وقعت هيوصل لي بسهولة، كنت حاسس رجليا بتتجرح من التكسير والبلاط المكسر، بس ما كانش في وقت لا للألم ولا للوجع، كان لازم اهرب من الكلب دوت بسرعة. اخيرا وصلت للسلم اللي كان متكسر وغمضت عيني ونطيت على امل ان انا اوصل للطرف التاني من السلم، ولما نطيت
وقعت على السلم، اكتشفت ان السلم كان موجود زي ما هو بس انا اللي ما كنتش شايفه، او بالاصح كان في حد مخليني اتخيل انه مش موجود. وفهمت دلوقتي انا بتعامل مع مين. رشيد ده من الجن، كل المعازيم من الجن، عشان كده كل تصرفاتهم غريبة. مش بس كده، حتى القصر اللي احنا فيه ده اكيد انه قصر مسحور، والمطلوب مني ان انا اهرب انا وفرقتي السلام باي شكل. نزلت اخيرا للدور الثاني وللقيته عبارة عن مكان مهجور متكسر. انا كنت فاكر اني لما هنزل للدور الثاني مشاكلي هتتحل، بس الحقيقة ان الدور الثاني كان اسوأ من الدور الثالث بكتير، لان لقيت الطفل اللي انا شفته في الحلم قبل كده واقف مستنيني. كان واقف على السلم بين الدور الثاني والدور الارضي، ولقيته بيتقدم ناحيتي بشكله اللي يخوف. ساعتها انا رجعت لورا ودخلت جوه الدور وانا بحاول اهرب من الطفل ده وهو بيطاردني، لما لقيت اوضه مفتوحه فدخلتها مباشره، وافتكرت ساعتها ان انا قدرت اهرب منه ولو بشكل معقد. بس لما دخلت باب الاوضه وقفلتها وبلتفت لورايا لقيت الطفل نفسه جوه الاوضه. اتخضيت وحاولت افتح الباب بس الباب ما اتفتحش. حاولت معاه اكتر من مره علشان اهرب من الاوضه ديت، ولفيت لقيت الطفل بيتحرك ناحيتي. ساعتها انا شديت باب الاوضه بقوه ففتح معايا، فجيت اخرج بسرعه بس لقيت نفسي اتكعبلت وقعت على الارض. انا ما وقعتش بسبب التكسير اللي موجود على الارض، لا انا وقعت لان الطفل كان وصلني ومسكني من رجلي وحاول يسحبني لجوه الاوضه دي مره تانية. كانت قوته غير طبيعيه، اكيد ده مش بشر عادي. كنت بحاول بكل كل قوتي يمكن اقدر انقذ نفسي منه، ورغم انه كان قوي قوي بس قدرت بصعوبه شديده ان انا اقاوم واخرج بره الاوضه. وساعتها قمت من على الارض وحاولت اهرب. كنت حاسس رجلي تقيله جدا، وكنت شايف على رجلي دم في كل مكان، وده الدم اللي كان بينقط من ايد الطفل زي ما يكون اكل حاجه فيها دم من شويه. كنت بتحرك وكأن رجلي متكتفة، مكنتش فاهم السبب ايه، بس ما كانش في وقت للتفكير ولا حاجة، انا لازم اهرب بأي شكل. واخيرا وصلت للسلم، السلم اللي بينزل للدور الارضي، وابتديت انزل عليه بسرعة، وكان نفسي مقطوع من الهروب والجري. كنت في حالة صعبة على الاخر، كنت بتلفت ورايا كل شوية، ولما وصلت لأول درجة في السلم دوت لفيت ورايا عشان اشوف الطفل دوت بيطاردني لسه ولا لا، بس ما لقيتوش موجود. هنا انا ساعتها خدت نفسي وكاني هربت من الموت، وسمعت صوت انا عارفه كويس بيقول لي انت ما هربتش، انا سبتك تنزل عشان استراحتك خلصت، فاهم؟ هنا لفيت بسرعه اشوف مين اللي بيتكلم، لما لقيت اللي قدامي رشيد واقف قدامي وهو بيبص لي مبتسم. قلت له انا همشي ومش هكمل. لما قال لي مش بمزاجك، احنا بينا اتفاق، ما انصحكش تحاول تخالف اتفاقنا، انا لو سبتهم عليك هتتحبسوا هنا طول عمركم مش هتعرفوا تخرجوا. هنا انا قلت له ما تهددنيش، قلت لك قبل كده ان انا ما بتهددش. في الوقت دوت سمعت صوت خارج من الاوضه الكبيره، اوضه الفرقه بتاعتي. ساعتها رشيد بص لي وقال لي واحدة من فرقتك فهمت هي فين وعلشان كده بتعيط ومرعوبة، امال لو عرفت ايه اللي مستنيها لو انت صممت تمشي. انا شايف انك لازم تخاف عليهم وعلى نفسك، فاهم؟ احنا بنحب صوتك عشان كده محدش قرب لك لحد دلوقتي، بس لو صممت على اللي في دماغك اوعدك ان انا مش هقدر احميك، وصدقني انت اللي هتخسر كل حاجة مش شحنة. وسابني ومشى. هنا انا لفيت ودخلت اوضة الفرقة ديت، ولقيت واحدة من البنات اللي شغالين معايا منهارة على الارض.
كانت عمالة تتكلم وتعيط عن الناس اللي في الفرح، بتقول ان دول اكيد مش بشر، تصرفاتهم تخوف. وطبعا سألتها اهدي بس وايه اللي خلاكي منهارة كده وفي ايه. ساعتها بدأت تحكي اللي حصل وقالت ان هي ما لقتنيش وانها قلقت عليا، وساعتها طلعت الدور التاني عشان تدور عليا وتشوفني انا فين وتطمن عليا. وهناك شافت حاجات غريبة حصلت. شافت واحد طويل جدا، طوله معدي 3 متر تقريبا، وكان وشه ممسوح نهائيا ومن غير ملامح خالص، وعمال يطلع صوت مرعب عامل زي الذئب اللي بيزوم على حد، وانها فجأة لقت نفسها مربوطة في الارض ومش قادرة تتحرك نهائيا، وحاولت تتحرك وتهرب منه وتنزل تاني، بس هو لحقها وقدر يكتفها من رجليها ويسحبها ناحيته، بس هي كانت بتصرخ وتقاوم. وفجأة سمع الصوت بيكلم الشخص الغريب دوت وبيقول له سيبها. فعلا ساعتها سابها وهي هربت ونزلت جري من الدور التاني دوت لتحت. انا لما سمعت كلام البنت دوت فهمت الرسالة، فهمت الرسالة اللي مبعوتها لي، فهمت ان انا لازم اكمل الفرح ده لو عايز اخرج سليم مع فرقتي. وعلشان كده بديت اتكلم مع الفرقة وقلت لهم اسمعوني كويس، اسمعوا كويس الكلام اللي انا هقوله دوت. الاول ان انا اسف ان انا جبتكم هنا، كانت غلطة واوعدكم مش هتتكرر تاني، لان كل اللي بيحصل هنا بسببي انا مش بسبب حد فيكم. الفرح ده مش بتاع حد من البشر، كل اللي في الفرح ده من الجن، حتى العريس والعروسة. وده طبعا بيفسر لكم حاجات كتيرة، حاجات كتيرة غريبة اللي احنا شفناها واللي لسه هنشوفها. احنا لازم نكمل الفرح ده بأي شكل. طبعا لما قلت لازم نكمل الفرح الكل اعترض وطلبوا ان احنا نمشي بسرعة، واصواتهم عليت ومحدش بقى سامع حد، والخوف ملأ قلوبهم كلهم، والبنات اللي والستات اللي كانوا في الفرقة ابتدوا يعيطوا. هنا انا ساعتها طلبت من الكل ان يهدى، ان هم يهدوا ويسمعوني علشان اعرف اكمل كلامي معاهم، وفعلا الكل سكت اخيرا. وكملت كلامي وقلت لهم لو رفضنا نكمل الفرح ده وصممنا نمشي ساعتها ممكن ما نعرفش نخرج من هنا ابدا، عدد الجن اللي بره كبير جدا، تفتكروا هنقدر على كل العدد ده ونعرف نهرب من هنا؟ انا خايف عليكم اكتر من خوفي على نفسي، وعارف انتوا خايفين قد ايه. كل اللي بطلبه منكم بس ان احنا نكمل الفرح ده لغاية الفجر. كلنا عارفين ان الجن ما بيقدرش يسمع صوت الاذان، اول لما الفجر هيأذن هنمشي من هنا على طول. اتمنى تسمعوا كلامي وتنفذوه لو عايزين تخرجوا من هنا بسلام. لما خلصت كلامي الكل كان قاعد يتكلم مع بعض بس بصوت واطي، وبعد لحظات الكل اتفق معايا انه هيسمع الكلام. ساعتها سمعت صوت خبط على الباب، لما فتحت الباب لقيت رشيد واقف قدامي بيقول لي يلا يلا يا استاذ المعازيم مستنينك. هنا انا بصيت له قلت له حاضر، لما قال لي المره دي مفيش استراحه تاني قلت له حاضر حاضر 5 دقايق وهنكون بره كلنا. فعلا سابنا ومشي. تقريبا بعدها ب5 دقايق خرجت انا وفرقتي كلها علشان نكمل الشغل بتاعنا في قصر الجن دوت. اول لما خرجنا لقينا العدد زاد اكتر من الاول بشكل غريب جدا، لدرجة ان المعازيم كانوا بيخبطوا في بعض وبيزقوا في بعض، منهم اللي بيشد التاني كمان. الكل كان عايز يبقى قريب من الاستيج اللي معمول، وطلبوا ان انا اغني وما اقفش خالص، وفضلت اغني لفترة طويلة متصل اغنية ورا اغنية، والمعازيم كانوا بيتفاعلوا بطريقة غريبة، وبقينا نشوف حاجات غريبة وتصرفات شاذة. وكنت كل لما الاقي فرقتي بتخاف او بتقلق من اللي بيشوفوه ابص لهم واخليهم يركزوا معايا، مكنتش عاوزهم يركزوا مع المعازيم علشان ما يخافوش اكتر واكتر. ومع مرور الوقت بدأت احس بالتعب، ما وقفناش بس مكنتش اقدر استريح. وفجأة جاء صوت اذان الفجر من بعيد، وده كان طوق النجاة بالنسبة لنا.
كل المعازيم كانت بتجري بسرعة وبيخبطوا في بعض، وفي اللي وقع منهم وفي اللي داس على بعض، كانت حالة غريبة زي ما يكونوا نمل وبيجري. أما أنا وفرقتي في استغلينا الوقت ده، سبنا الآلات وكل حاجة وخرجنا عشان نخرج بسرعة من هنا، وركبنا عربيتنا ونهرب من المكان ده، وفعلا خرجنا بسرعة محدش انتبه ليها، وده علشان محدش فيهم كان فاضي لينا، كله كان بيهرب وبيخبط في بعض. ومجرد ان ركبنا العربيات بنبص للقصر لقينا فيه حاجة غريبة، شكل القصر اتغير من بره، كل الأنوار اختفت، شكل القصر اختلف نهائيا، بقى البيت مهجور صغير ومهدوم، مفيش عربيات قدامه ولا أي حاجة، كانش فيه أي حاجة. ورغم ان مستغرب من شكله الحقيقي، لكن طلبت من الفرقة ان احنا نمشي بسرعة وما نتأخرش ولا أي حاجة، وفعلا تحركنا بأسرع ما يمكن وخرجنا من المنطقة دي كلها. أنا ما كنتش مصدق إن أنا أتخيل إن ده ممكن يحصل. أخيرا خلصت من الليلة المرعبة دي وأخيرا وصلت لبيتي. قعدت مرعوب شوية ودخلت نمت، نمت بعمق شديد جدا. تاني يوم صحيت الظهر مش عارف إيه اللي حصل ولا فاهم إيه اللي حصل امبارح، بس جبت شنطة الفلوس علشان أبتدي أوزع للفرقة وأديهم كمان مبلغ زيادة. بس لما فتحتها صدمت، مفيهاش فلوس، ورق أبيض وبس. هنا حمدت ربنا إن ليلة الجن دي عدت بسلام والحمد لله. لغاية هنا القصة دي انتهت، أتمنى أن تكون عجبتكم، ومحتاج أن أعرف أراكم في الكومنتات تحت، تسوش اللايك والشير وتتابعوني في كل المواقع اللي موجودة تحت في صندوق الوصف. شكرا لكم، مع السلامة.